نعم شاهد صباح الورد والفل والياسمين مرة أخرى بنصب عليكم ونصب على مشاهدينا ومتابعين برنامج يوم جديد مرة أخرى من محافظة العاصمة عمان. اليوم راح نتعرف على قصة نجاح فتاة أردنية نشمية أوجدت مشروعها الخاص اللي صقلت من خلاله موهبة جميلة جدا وأيضا رسمت من خلاله أحلام رائعة. اليوم راح تكون معنا الفنانة التشكيلية هديل الخطاطبة وهي فنانة من نوع فريد مزجت بين الحضارات وجمعت بين الثقافات ورسمت أجمل اللوحات باستخدام أدواتها الخاصة وأبدعت كأي فنان لوحة فنية تتداخل فيها الرسومات والزركشات مكونة أجمل الإبداعات الفنية. طبعا مشاهدينا هديل الخطاطبة قامت باستخدام مادة نادرة وفريدة ومش الكل بيستخدمها، هي تستخدم في مواد وأدوات البناء وحولتها لتحفة فنية غاية في الروعة والإتقان. راح نتعرف أكثر على هديل الخطاطبة فنانتنا التشكيلية اليوم، نتعرف على مهنتها على هوايتها على هذه الحرفة الرائعة والمميزة. هديل نقول لك صباح الخير، يعطيك ألف عافية. صباح النور، الله يعافيك، أهلا. كيف الجو؟ لطيف. طيب ستي بدي تحكي لي، يعني أنا الشيء الجميل اللي موجود عندك إنه هذا الشيء ما حدا بيستخدمه وقليل جدا بيعرفوه، وهذه المادة عرفت من خلالك إنها تستخدم لمواد البناء مش للوحات، لفنون تشكيلية لأعمال يدوية مثل ما أنت بتستخدمي. أول شيء بدي تعرفيني شو بتشتغلي. هلا أول شيء صباح الخير للجميع. هاي المادة هي مادة الرزن، بيستعملوها يعني هي بمواد البناء أوريجينال يعني، بعدين بلشوا يعملونها للأرتس. وأنا لما بلشت من سنتين تقريبا كان كتير قليل اللي بيعرفوها، وهلا انتشر شوي أكتر يعني. ويعني بعمل قطع زي صواني ولوحات وأكسسوريز للبيت. جميل. طيب هديل بدي تحكي من وين اجتك هالفكره، يعني اكيد يعني سنتين قريب كثير الموعد فكان لك مخططاتك بحياتك، من وين اجتك فكره انه تعملي هذه الماده وكيف جربتيها ويعني كيف وصلتي لهالمرحله من الاتقان والابداع لحتى تعمل كثير من الادوات والمعدات اللي احنا شايفينهم معنا وعلى الهواء مباشره بهذه الروعه والجمال، يعني ما شاء الله يعني تحف فنيه رائعه. هلا انا اول شيء تعرفت على هاي الماده من شغلي، ان انا مهندسة عمارة وانتيريور ديزاينر، استعملناها بمشاريع يعني في لأرضيات في لهيك قصص يعني، فعجبتني كتير وصرت أدور عنها أكتر وأشوف وأدرس الموضوع وتعلمتها يعني لحالي. ومع التجربة إنه بعد ما تركت شغلي وقعدت بالبيت فأركز على هذا البروجكت ودرسته أكتر، ومع التجربة وهيك والممارسة تعلمته وبس وصرت أشتغل فيه. طيب إحنا زميلنا هاني الحباشنا أكيد بستعرض قاعد الأدوات والمعدات الموجودة معنا، بدي تحكي لي شو موجود معنا وشو الشيء اللي أنت اشتغلتيه أو أعطيتيه جزء من الجمال والحياة لحتى تبرزي بهذه الروعة مثل ما إحنا شايفين أمامنا. هلأ أسمع بدأياً عشان أوضح، هدول هاي مثلاً وهاي هدول أكريليك بينت، هي لوحات بالألوان عادي مش رزن، باقي القطع كلها بالمادة الرزن. في زي هون مثلاً أشياء لسه مو خلصة مش كاملة 100%، مثلاً هاي تري صينية لسه بدها إيدين، في عنا هون الصينية كيك ستاند، لوحة هاي ممكن حتى تكون وجه طاولة، يعني بعمل أنا كمان طاولات بالمناسبة يعني، بس ما عندي كان الوقت إنه أحضر كمان طاولات ولوحات تشيز بورد، هذول الكيك ستاند بس. وإذا بدك نحكي كمان عن أكيد بدنا نحكي عن الأدوات المعدات بتستخدميها، وأنت كنت يعني مصرة بدناش نعطي سر المهنة، بدناش نحكي شوي عن المادة أكثر. يعني طبعا مشاهدينا هذه المادة تستخدم بأدوات البناء ولكن إحنا ما راح نحكي عنها أكثر لأنه سر المهنة وحتى هي تستمر بهذه الهواية والمهنة والحرفة اللي موجودة معنا. بدي تحكينا عن الأدوات اللي بتستخدميهم في رسم هاللوحات الجميلة. هلا مبدئيا سيفتي فيرست اللي هي السلامة يعني، فلازم النظارات الوقاية، gloves، طبعا الفيس ماسك تمام. وفي عنا المادة نفسها اللي هي الرزن، هيها هي هيك التكستشر تبعها بيكون زي مبين الكاميرا، بتنخلط مع مادة تانية اللي هي الهاردنر مع بعض بنخلطه، وبعدين بياخذهم وقت لحتى يجمدوا ويصيروا يعني بهذا الشكل الصلب.
وطبعا في ميزان عندنا هاي الحفافه، طبعا هاي الاشياء الكبيره زي مثلا لما اعمل طاولات وهيك قصص بستعملها، والهيت جان والتورتش. بس بيسكلي في عندي ستونز، يعني بستعمل احجار طبيعيه بشغلي، الجيم ستونز. طبعا هي هذا كان الكونسبت تبع شغلي بدايه، هلا برضه كمان اكيد بلش ينتشر. احجار الكريمه اصلا اسم البيج تبعتي هو اسمها Garnet Designs، هي Garnet نوع من انواع الاحجار الكريمه. فهو هذا الكونسبت او المبدا تبع شغلي، وانه حبي للاحجار الكريمه وانا بحاول امثلها بالريزن ارت. نعم، يعني احنا شايفين كثير حبك للطبيعه لانها معكوسه في هذه القطع الفنيه الموجوده معنا. بدي تحكي لي قديش بياخذ منك وقت شغل؟ هلا حسب شو القطعه، يعني مثلا يعني في اشياء صغيره بتاخذ مني 3 ايام مثلا، اشياء كبيره زي لوحات بدها زي اسبوع، طاولات عم تحكي عن اسبوعين وثلاثه، في ايام شهر. فا depends يعني قدي الحجم وقدي عندي أنا أريد ضغط شغل وهيك. تمام، يعني أنت مستمرة بتعطيه كل الوقت كل الجهد، بأخذ منك تعب متعب العمل فيه؟ نعم متعب، especially إنه في يعني طلبات بتصير، فبصير عندي ضغط شغل فمتعب، بس هو إشي ممتع بالنسبة لي. هلأ صار يعني full time job. وانك بتحكي عن الطلبات، في اقبال من المواطنين انها فكره جديده، في لوحات يعني جدا بتجذب المواطن لحتى انه يقتنيها تكون عنده بالبيت، وبعتقد انه اكثر انها اكسسوارات خاصه بتزيين المنزل، مش راح تكون يعني للاستخدام اكيد. يعني كان في اقبال بعد هالفكره الجديده؟ بلا، صار في اقبال، الناس يعني جديد تعرفت على الماده وبلشوا يحبوها يعني، وصارت زي موضه او ترند انه في قطع جد انه هلا طلعت موضتها من الرزن، صار كل بيت عنده منها. وهي طبعا يمكن استعمالها الصواني عادي يستعملوا ويكونوا منظر كمان at the same time. جميل. طيب قبل ما ننهي حديثنا هديل، حابين تحكي لنا عن مشاريعك المستقبليه، راح تستمري بهذه الحرفه او المهنه او الهوايه الجميله وراح تطوري من نفسك اكثر، راح يكون في شيء احلى اجمل افضل إن شاء الله مبدئيا. وعم بفكر أكيد إني أوسع من شغلي، ويعني إشي يصير أكبر، يعني في بلانز براسي، وإن شاء الله بنفتح محل بلكن إنه زي شوروم وهيك، إنه ناس بتحب تهت تسأل في محل إنه يجوا يشوفوا، فإن شاء الله بنفتح محل. وسبيشلي هلأ إنه جوزي عم بيساعدني بالشغل فدخل معي على الخط، فيعني صار في إمكانيات أكثر. نعم، كل شكر لك، صباحك سعيد، يعطيك ألف عافية على هذه روعة الجمال والمكان وهذه الرسومات واللوحات والتحف والأعمال اليدوية الرائعة. شكرا لك، صباحك سعيد. شكرا، شكرا لك. طبعا مشاهدينا راح أخليكم مع بعض اللقطات الصباحية لهذه المعروضات الرائعة والجميلة لهذه التحف والأعمال والصناعات اليدوية. بعيد وبذكر مشاهدينا أنه هذه المواد أو هذه التحف الفنية مستخدمة أو مستخلصة من مادة تستخدم في أدوات البناء، مش الكل بعرفها. رح أخليكم مع بعض هذه اللقطات الصباحية مع زميلنا هاني الحباشنة، وصباحكم سعيد.